فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام، كالمناسك وكادية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك. هناك أمور من المحامد ومكارم الأخلاق كان عليها العرب في الجاهلية، فهذه جاء بها الدين، جاء بها الدين وجاءت بها الأديان، فهذه مقرة والإسلام أقرها، من ذلك إكرام الضيف، من ذلك أيضا الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهود، من ذلك إكرام الجار، حسن الجوار، هذا موجود في الجاهلية وهو من مكارم العرب. وكذلك الدية كانت 100 من الإبل فأقرها الإسلام، وكذلك ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل الحج، إنهم كانوا يحجون، والحج هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم أدخلوا فيه أشياء ليست منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الأشياء التي ليست من الحج، مثل قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخالف أهل الجاهلية. نعم. قال: لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. نعم، الأصل منع ما كان من أمور الجاهلية إلا ما أقره الإسلام مثل الأمور التي ذكرنا. نعم.